اليوم نقيم فكرة تأسيس الحركة 67. هذه الحركة التي هي بركة من الله، أعطاها الله لكنيسة أنطاكيا لكي تجدد فيها الإيمان، إيمانا مستقيما. لذلك انتشرت الحركة في كل أنحاء كرسي أنطاكيا، في المدن وفي القرى وفي الدساكر وفي كل مكان، ولا يمكن أن توقف. ما حدا بيقدر يوقف سير الحركة، لأنها تحمل كلمة الله، تبشر بالمسيح بولادته بالإنجيل، تبشر بموته بقيامته. وإن شاء الله بدنا نضل على هذا المنوال. السبب إحنا بنشجعها ونحن قسم منها. الحركة هي قسم من الكنيسة المقدسة، هي ليست بحركة موازية عن الكنيسة، ولكنها من الكنيسة، من قلب الكنيسة، وتعمل في قلب الكنيسة. السبب إحنا بنهني حركة اليوم في كل مراكزها وفروعها، وشاء الخيمون الحركة رئيس المركز والآخرين أن يقوم القداس هذه السنة في بشب الزين. مش كل مرة بدنا نقيمه بالمينا وبالبلد طرابلس، فأذكر على حق أن نقيم فيها أيضا القداس الإلهي وذكر هذه الحركة. نحن بنهنيهم إن شاء الله بدنا نسمع مع بعضنا البعض بعد هذا القداس الإلهي، كما أننا سنجتمع في مدرسة الزين العالية لكي نسمع الكلمات التي تتحدث عن الحركة وعن فعلها. إن شاء الله تظل قائمة إلى مجيء الرب الثاني. إن شاء الله بنعاد عليكم هذا العيد ياسين عليلا. أنتم مشمولين بركة الرب ورحمته ومحبته. إحنا نشكر الآباء اللي حدثوا معنا، نشمل بيت أنطون سوري، أب رعاية الكنيسة المقدسة، الأب أثناسيوس، وشماس قسطنطين، كما أننا نقدم الشكر الجوعة التي تقدم هذا تقدم هذا القداس بشكل جيد جدا. كل عام وأنتم بخير. بسم الله والحمد لله والروح القدس.